السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده نوع معجنات بالعجوه، نوع جميل جدا زي ما انتم شايفين شكله جميل. واليومين دول ان شاء الله هخف شويه الحلويات، هنعمل معجنات وانواع عيش. قولوا لي في التعليقات اه ولا لا، علشان اليومين دول مش محتاجين شراء كتير من بره. يعني هنبتدي على بركه الله الشغل. عندنا نص كوبايه زبده سايحه، وعندنا نص معلقه بيكنج باودر، 4 معالق سكر، ومعلقه خميره، كوباية لبن، وبيضة. وطبعا المقادير هتلاقوها بالجرامات في صندوق الوصف، لأن انتوا طلبتوا ان انا اقول بالكوباية. حطينا اللبن على البيضة، هي بيضة واحدة، موضوع بسيط جدا ومش مكلف. على معلقة خميرة، معلقة خميرة كبيرة، على 4 معالق سكر، يعني 60 جرام، معلقة سكر 15 جرام، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص كوباية زبدة سايحة اهوت، نقلبهم في بعض كويس. موضوع بسيط جدا، وسنة الفانيليا بتاعتي، وأقلب المقدار كويس جدا في بعضه. قولولي بس في التعليقات نكمل في موضوع المعجنات ده شوية، ولا والعيش والحاجات ديت ولا لأ. حطينا الدقيق على البيكنج باودر، البيكنج باودر على الدقيق آسف، وهيتقلبوا في بعض. هنحط عليه خليط اللبن والبيض والسكر والخميرة، ومتشكلين على كده. خلاص العجينة خلصت، هنعجنها في بعضها اهوت. عندك مكنة دايما يعجن على السرعة الأولى، ما عندكش مكنة بتعجن بإيدك زي كده أهو. نقلب كويس، لما تهيت تقلب أكتر هتعمل عرق وهتلم نفسها أهي. شايفين بدأت تشد بعضها اهيت. رش الدقيق صغيرة خالص خالص، عشان بس أطلع العجينة من البولة بتاعتها. هطلعها بره على رش الدقيق سواره، وانا اعمل عجينه زي ما بنعمل كل مره، وهسيبها تخمر. خمره العجينه هي قدامكم، الدقيق ده 450 جرام، يعني 3 كوبايات دقيق. هقسمهم على نصين اهمت، انا بسهل عليك الموضوع. هاخد النص الاولاني الفه لفه صغيره كده، اعمله بس زي الاسطوانه عشان اعرف اقطعه، والتقطيعات تبقى متساويه وقد بعضها. وهقطع النص ده قطع، 5 قطع بالظبط. عايز تخليهم 6 براحتك، عايز تخليهم 7 براحتك، بس ده الحجم اللي انا عملته. قطعتهم 5 قطع اهوت، 5 قطع بالظبط، وهلفهم وهركنهم جنبي. ونفس الموضوع برضو هعمله في النص التاني، هعملها زي اسطوانة واقطعها على 5 قطع برضو واركنها جنبي اهو. النص التاني برضو هعمله نفس الموضوع. عندي بقى عجوة، هاجي بحط عليها شوية زيت زي ما قلت في الفيديو بتاع البسكوت. الحاجة الوحيدة اللي بتطر العجوة كويس الزيت، وما تنشفش في الفرن. عايزة تحط السمنة، عايزة تحط زبدة براحتك، بس انا بحط زيت اهوت. حطيت البلح ده في الميكرويف الاول 30 ثانية بالظبط، بقى زي المية. اديت له نقطتين الزبدة، نقطتين الزيت، اشتغل زي ما انتم شايفين اهو. خدت اول عجينة اهيت، وهبدأ افردها اهوت زي ما انتم شايفين. افردها طول، وهاخد حتة عجوة من المقدار اللي انت بتحبيه. انا حطيت ديت العجوة كده كتيرة، انا بحطها كتيرة. انت عايزة تقللي، لو دي سكرها بيبقى عالي وانت بتاكلي، عايزة تقللي قللي. وهلف العجينة على العجوة وهشد عليها بالراحة كده اهيت، وهلف لقدام. موضوع بسيط خالص اهوت،
وامشي ايدي عليها، ما بتكش، بمشي ايدي عليها بس. لو لقيت الطرف بتاعتها مفتحه دوسها، لازم انا عملت كده اهيت، لفيتها عملتها اسطوانه اهو، دي القفله بتاعتها اهيت، هخلي القفله تحت اهيت، القفله تحت، وبطرف السكين هقطع في العجين، مش في البلح، في العجين بس اهو، مسافات متساويه كده اهوت، والف واقفل القرصه بتاعتي من الطرف الطرف ده بيبقى فيه عجين وده عجين، فبقفل القرصه بتاعتي بالشكل ده اهي، هو ده شكلها، واحطها. نعمل واحده كمان، هاخد برضو حتة العجوة المقاس اللي انت عايزاه، الرفع، الكمية دي بتاعتك انت، انا قلت ان المقاس ده العجوة بتاعته تبقى زيادة، فانت عايزة تقللي تقللي، طب ما تزوديش عن كده، مش هتبقى بقى يعني هتبقى بتاكل عجوة بس. ولفتها برضو اهوت، تكت عليها بالراحة كده، بطولها الطول اللي انا عايزه، والسكينة بتاعتي برضو خلي قفلتها في الارض تحت، وبالسكينة بتاعتي وبقطع الطرف مسافات متساوية في العجين مش في البلح زي ما قلت، وهلف اهوت طرفين العجين، هقرص عليهم، هدخلهم في بعض، وهو ده الشكل بتاعي اللي انا هشتغل بيه، واحطها في الصينية اهوت. واحدة كمان علشان الناس اللي ما تبقاش في حاجة استفسارات كتيرة او توضيحات كتير اهوت، فردت اهوت بالشكل ده، وحتة برضو العجوة افرد على ايدي واحطها، والف عليها العجينة، العجوة اللي احنا طرناها بالزيت، والف بالراحة، واقفل الاسطوانة. قرصة زادية مع كوباية لبن او كوباية شاي بلبن هتغني الصبح عن الفطار، وهنشيل الحاجات من بره اليومين دولت، الدنيا متكهربة، ربنا يعافينا يا رب ويفك عننا اهوت. الطرف في الطرف، واقفل القرصة، وهي خلص على كده. هكمل انا بقى الباقي، خلصنا الباقي، طلعوا 10 حتت، هلمع ببيض، صفر بيضة مع معلقة مية او معلقة لبن مع نقطة فانيليا لو عندك، وهلمع القرص بتاعتي اهو، تلميعة كويسة كده، تلميعة بتبقى مهمة في المعجنات بالذات اهو. عندي شوية سمسم هرش عليها، بيبقى طعمه حلو بالسمسم قوي، ملوش تاني السمسم، هرش عليها بالسمسم، سيبناها خمرت، وبعدين لمعناها بالبيض، وبعدين ادينا لها السمسم، وعلى الفرن، على اعلى حاجة عندك في الفرن، هي استوت ما شاء الله، شكلها زي الفل، شكلها زي الفل. يعني انت لو مالكيش نفس تاكلي الصبح، اما هتشوفيها قدامك هتاكليها، هسيبها تبرد وهرصها لكم وهوريها لكم تاني، اهي بردت، حطيتها في طبق التقديم بتاعها، اهو شايف الاستواء بتاعها، عجينة هشة وجميلة جدا. انت عايزة تستبدلي العجوة بجبنة، شغال، هتجيب معاك، هيبقى طعمها حلو برضه. ادي كسرنا اهي، شوفي شوفي الهشاشة بتاعت العجينة، والعجوة طرية زي ما هي، والسمسم بيدي لها طعم، فعلا حاجة محترمة جدا، شايفين الطراوة بتاعتها، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، وماش مكلفة، ده الموضوع كله كوباية لبن وبيضة و4 معالق سكر، نص كوباية زبدة، ومعلقة خميرة صغيرة، يعني مواضيع بسيطة جدا. شايفين الشكل بتاعها، شكلها جميل جدا، وهتغنينا زي ما قلت عن المواضيع الشرة من الشارع اليومين دول اهيت. ما تنسوش تردوا عليا في التعليقات، ازود المعجنات والعيش والحاجات دي اليومين دولت ولا لأ، وجربوها هتعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير،
واشتركوا في القناة، وبشكر الناس اللي بتشترك في القناة وبتدعمني، واشوفكم في فيديو جديد.